صرصور واد يا صرصور، انت يا واد انت قوم قوم فز. مين ست وجدة؟ نعم. من سكاتك دي ومن غير ما حد يحس بيك تتدلع على البلد اللي قبلينا، هتلاقي هناك سنترال تشوف اي واحد يطلب لك النمره اللي في الورقه دي، ده فيها تليفون ولدي مناع. عايزاني اكلمه؟ طب اقول له ايه؟ تقول له كل اللي حصل هنا، وتقول له ان ابوه وعمه ناويين يقتلوا نسمه بكره الصبح، يا يلحقها يا ما يلحقهاش، وقول له ان امك هتحاول تعطلهم، يا ريت يبدر. والله ألف خسارة في الموت يا ست نسمة. يلا يلا بسرعة، ربنا يسهل لك طريقك وتوصل بسرعة. حاضر. اطمن يا ست وجيدة، في واحد من عائلة عبادي عنده عربية بيوصل بها الناس، أروح أخده من بيته عشان يوصلني بسرعة. يا رب سلم يا رب. حسان نمت يا أخو؟ أنا كنت عارف إن هلاقيك صاحي. وكيف يجي لك النوم بعد اللي حصل لنا ده؟ يا ما حذرتك اخوي من دخلت والد البنداري علينا بيتنا وخلطته على ولدك مناع من وهم صغار. كيف يا نادي؟ كيف احمل بنتي وحدها الزمن؟ ما دام الغلطه غلطتي الاول. يعني ايه بدك تسامحها اياك؟ لا، ودي تاجي دي بدك الناس يقولوا يا كبير انك ترمخت على شرفك؟ احنا عنينا اتكسرت يا كبير، وما فيش اي حاجه ترد هبتنا دلوك الا قتل البت دي وغسل عارها. واحنا كنا فين لما فوتنا كل دي؟ مرتك وامها غفلوا عنها كيف؟ البت لما بتعشق بتستغفل اهلها حتى لو كانوا واقفين عليها زمهار. ليه؟ ليه يا بت يا حبيبتي تعملي فيها كده؟ بت فوتيني من امرين كل واحد فيهم امر من التاني، اقتلك ويتحرق قلبي عليكي ولا سامحك وعيش بقهارك العمر كله؟ عارها يتغسل بدمها ودم اللي غواها. اسمع حسان، تعليك بقتل نسمة وانا هقتل همام ولد الكلب ده حتى لو كان نايم في حضن عروسته. ما اقدرش يا ناجي، ما اقدرش يا ناجي، ما اقدرش اضرب قلبي بنتي بالسكينة، ما اقدرش ما اقدرش. عذرك عذرك اخوي، انا هتكفل بالاتنين، هقتل نسمة وهمام، وقسما بالله العظيم ما هيعيش بعدها يوم واحد. ليه يا بنت اختي ليه؟ ليه تفوتي روحك للشيطان وتخلي الخراب يحل علينا؟ كتاب الله ما طال مني حاجه. شافوك يا بنتي عند العين وانتي في حضنه. كتاب الله ما كنت في حضنه، كلهم كذابين وكتاب الله يخلى كذابين. بس اللي يشوف بيشوف بعين الشيطان، والشيطان صور لهم. والله ابدا، ده الحاجة الوحيدة اللي مسا فيها كانت يدي ساعتها قلبي كان هيكون. لكن عشقتي يا بنت حسان واستغفلتينا كله. بتحلل لنفسك يا عمي وتحرموا علي؟ انت نفسك عشقت خالتي قبل ما تتجوزها وهي حكت لي. واه، هتقلبي عليا بنت وجيدة؟ اقفل خشمك يا بنت. خالتك دي اشرف من الشرف، خالتك دي بنت عمي متربيه معاي، ما كانش فيه اللي يمنع جوازنا، وعشق الحلال ما يجيبش العار، مش من عيله غريبه وعدوتنا. يعني انا كل ذنبي اني صدقت ابوي لما قال لي انه هيخلي النجع كله عيله واحده. طولة لسانك وغباوتك وجلع اخوك فيك دول
هم اللي جابوا لك الكافية وجابوا لنا العار. لا يا عمي، أنا شريفة يا عمي، أنا شريفة وعفيفة وذنبي في ركبتكم. وهي البت الشريفة العفيفة تعمل اللي عملتيه برضك؟ ده ما فيش بيت في النجع كله إلا وجايب سيرة فضيحتك، ما فيش حاجة هتمحي العار ده إلا دمك. اقتلوني يا عمي، اقتلوني اقتلوني وخلصوني. قومي معايا عديلة، قومي دلوقتي، الصباح رباح والمكتوب مكتوب. قومي عديلة. هاي امي. اسمع يا زرزور، قول لابوي مناع بيقول لك اياك تمس نسمه باماره الارض الجديده، وهات نسمه وقبلني عند محط القطر، انا هاخدها تعيش عندي. قول له ما حدش هيعرف انها عايشه عندي. الله، ان شاء الله يقول قتلها، ما يهمنيش، المهم قبلني عند محط القطر الساعه 7. سلام. ايه التخلف دي؟ وادي حصاوي. ناقص مناع. لفين الهدوم دي؟ انجز. وانت رايح فين يا مناع؟ احنا عندنا شغل في المزرعة كتير. مليك الصالح، اي حد بكرة يسأل عليا في المزرعة قوله لسه ما عودش من البلاد برا. طب دي ومفهومة، بس مش قادر افهم وزين، هو انت ابوك عايش ولا ابوك ميت؟ هو ده بس اللي ما قادرش تفهمه. هات الجزمة يا جزمة. أنا كان بدي بس أعرف عشان ما أقعش في الغلط. قول ما بتسمع كلامي مش هتوقع في الغلط. طب يا حصاوي. نعم يا باشمهندس. إياك تنقل أي كلمة برا، فاهم؟ يمين بالله أقطع رقبتك. حاضر. سلام. سلام. والله من يوم ما اشتغلت معاك وأنا ما فاهم عنك أي حاجة.